كل واحد منا المفروض عنده أهداف يبي يوصل لها وقصص نجاح يبي يحققها. اليوم بتكلم عن قصة نجاح أعتبر نفسي أني حققتها وهي في مجال الرياضة. قررت أني أسوي سلسلة عبارة عن حلقات رياضية وراح أقول لكم شنو اللي تسوونه عشان توصلون للنتيجة اللي وصلت لها وإن شاء الله أحسن مني بعد. قبل لا أعطيكم نصائح وشنو الأشياء اللي تسوونها أبي أوريكم صورة لي قبل وبعد. شوفوا الصورة، البادي بكبرة تغير والشكل جذريا تعدل. ما في شيء اسمه مستحيل إذا أنت كنت جاد باللي تبي توصل له. أربع أشياء أساسية إذا طبقتها وسويتها بحذافيرها راح تغير وتصير أحسن مني 100%. أول نقطة، لا تسوف. شنو معنى لا تسوف؟ يعني لا تقول باكر راح أبلش، آخر الأسبوع، الحين هابين يوم الأحد أبلش بدايت. أول ما تشوف الفيديو هذا تقول الحين أبي أقوم وأغير من حياتي. اتفقنا؟ الشيء الثاني، لازم تكون إرادتك مستمرة، يعني مو أول أسبوع منتظم، أسبوع اللي بعده مالك خلق، أول شهر تمام، الشهر اللي بعده خلاص بمليت. لازم يكون الدايت أو النظام الصحي عبارة عن منهج حياة، لايف ستايل، تمام؟ النقطة الثالثة، مهم أنك تتجنبها وتبتعد عنها، المحبطين. الدش الدوانية يضحكون عليك، طام سوي روحه مجسم، يايب مثلا جنطتك وياك مالت الدايت يضحكون عليك كأنك توصل طلبات، انت يمداومة وكلك ثقة، واحدة تشوفك والله متنانة مع العلم انك انت نازلة مثلا 3 كيلو. هالمحبطين ابعدهم عن طريقك كثر ما تقدر. رابع شغلة والأخيرة، لا تستعيل النتائج. الله سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض خلقهم 6 أيام، كان يقدر يقول كن فيكون، هو القادر سبحانه وتعالى. إذا حرمت نفسك وتبي نتيجة بسرعة ترى راح تصير دبل، متنك راح يزيد لأنك حرمت نفسك فترة فتبي تعوض. ابعد عن الميزان تشوف كل ساعة وزنك، ابعد عن المنظرة تشوف نفسك وتشوف جسمك، ابعد عن سؤال الناس وايد ها ضعفت متنت. سوها 4 أشياء، إذا ما ضعفت أنا ما أعرف شيء.